مساء الخير فضيلة الشيخ يوسف العزام. مساء الخير يا أستاذ محمد، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية كده، لو أنت يعني رحت الساحل الشمالي اليومين الجايين أنت وأسرتك، هتقعد على الشط بالعباية بتاعتك بالجلباب الأزهار الديني ده بالقفطان بال اللي هو غطاء الرأس ده، هتقعد بيه على الشط ولا هتلبس شورت وتيشيرت؟ بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا أنا سمعت لحضرتك وللكلمات اللي قلتها من شوية، وزي ما الأستاذ محمد علي خير بيقعد على القهوة في اسكندرية أو في السخنة وبيقعد لابس التيشيرت والبنطلون الميلتون، كذلك المشايخ بنقلع العمة وبنلبس لبس عادي وبنخرج مع أولادنا وبنروح ونيجي وبنفسح أولادنا وبنقعد على البحر عادي. قل من حرم زينة الله التي لأخرج لعباد، مين اللي حرم الكلام ده؟ وسيدنا النبي لما راح له سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا حنظلة، وحنظلة مهموم، بيقول له مالك يا حنظلة؟ قال له نافق حنظلة. قال له ليه؟ قال له بنبقى عندك يا رسول الله بتحدثنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، احنا خايفين من النار وبنستعد للجنة، لما نخرج من عندك يا سيدنا النبي بننشغل بالأولاد والضيعات والأموال والتجارة وكل شيء. قال لو ظللتم على الحال الذي أنتم فيه معي لصافحتكم الملائكة، ولكنها يا حنظلة ساعة وساعة. الإنسان محتاج أن هو يرفه عن نفسه ويخفف عن نفسه، وطالما أنه يؤدي فرض الله جل وعلا وطالما أنه لا يرتكب محرما فلا مانع أبدا أنه يلبس ما شاء ويعني يخفف عن نفسه كما شاء. إذا ما فعله فضيلة الشيخ عادل كلباني لا ملام عليه. لا ملام عليه، ويمكن يا أستاذ محمد هو الموضوع اللي عمله الشيخ عادل الكلباني لأنه جديد بالنسبة لإخواننا في السعودية. صحيح. والتشدد الزائد يا أستاذ محمد أدى بينا لكده. إحنا هنا في مصر كمشايخ، نعم، أنا في قناة المحور في البرنامج بتاعي عملت البرنامج بالبدلة وعملت البرنامج بالعمامة، وبطلع في بعض الندوات في مراكز الشباب والرياضة أو في المناسبات الاجتماعية، نعم، لابس بدلة لابس تيشيرت لابس جينز، بتكلم مع الناس. الإسلام ملوش دي معين، هو الرجل صحيح عورته ما بين سرته وركبته. طيب طالما وصلنا إلى الحل والحرمة بقى أخذك لقضيتنا النهاردة. البعض بلاحظ في درجة من درجات التفسيرات الشخصية التي ليس لها علاقة بالدين، وضربت أمثلة، من أكل ميراث أخته وذهب يحج ومقتنع أنه هو هيرجع كيوم ولدته أمه، الأخ اللي فتح الدرج وخد الخمسين جنيه ولا العشرين جنيه بتاعت الشاي وبيقوم يصلي الظهر ولا العصر وبيقولك أن دي إكرامية ومش عارف ورافض يسميها رشوة، الناس دي إيه اللي عندهم؟ يعني إيه اللي خلى اختلاط الحبل بالنابل بالشكل ده؟ اختلاط الحبل بالنابل عند الناس ان الناس مش عارفه دينها صح. ان الناس مش عارفه ان في حاجه اسمها المظاهر وحقوق العباد. وهقول لحضرتك قاعده كده عندنا في الفقه بنعلمها لاولادنا، نعم، الطلبه، حقوق الله بنيت على المسامحه وحقوق العباد بنيت على المشاححه. ربنا بيسامح في حقه لكن لا يسامح في حق العباد. من أراد أن يتوب من ذنب أو معصية أو خطيئة ارتكبها فعليه أن يندم وأن يقلع عن الذنب وأن يعزم ألا يعود. الشرط الرابع إذا كانت المعصية أو الذنب متعلق بحق العباد فلا بد من رد المظالم إلى أصحابها. يعني أنت حج زي ما أنت عايز بس عايزها تقبل قبول نهائي، رجع المظالم. انت لك ثواب الحج، لكن هل الحج يغفر لك انك اكلت ميراث اختك؟ طبعا لا يغفر لك ذلك، لابد من رد الحقوق الى اصحابها. ده ربنا بيقول في القران ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ده بالنسبه للامانه. طيب عايز اعرف في حضرتك فلسفه تبرير الحرام وتسهيله، الراجل اللي بياخد الفلوس كده الموظف وشايفها عادي، واللي بيقول لك ده الشمبانيا فيها 12% كحول وده ما بيسكرش.
لا احنا بتاع الشمبانيا بتاع 12% بنقول له الضابط عندنا في المسكرات عموما والخمور ما اسكر كثيره فقليله حرام. يعني لو ملي جرام لا يبقى حرام ايضا، لان طالما ان الكثير يسكر فالقليل حرام ومحرم. طب الموظف اللي واخد ال 20 50 جنيه دي على اساس انها اكراميه ورفض يعترف انها رشوه؟ لا ليست اكراميه، لو كان هذا في بيته واعطاها له انسان يبقى دي بتاعته، انما هو شغال في محل عام او في عمل او في شغال في حاجه تابعه للدوله، كيف يستحل هذا المبلغ وياخذه؟ يعني ده مال حرام يا مولانا؟ طبعا حرام. لو احنا في اي مصلحه حكوميه ومش عارف اخلصها لما بدل الراجل ال 50 جنيه وال 100 جنيه، وفي ناس خدت ملايين بالمناسبه، حرام يا استاذ، وفي سمسره فساد، يعني انت عندك ارض عايز تقننها بس هي مش شرعيه، فهو بيروح يلعب كده في ورق وياخد منك عموله وسمسره. ده ربنا سماه في القران اكل الاموال بالباطل، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. وبقول للي بياخد الفلوس من الناس بيستحلها جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. ده الحرام هياخد الحلال في سكته. مصلحة زمان تقول لزوجها في الصباح وهو ذاهب للعمل اتق الله فينا ولا تطعمنا الا من حلال، فانا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. حضرتك دلوقتي شرحت نقطة مهمة، أن هناك ذنب بين العبد وربه وهناك ذنب بين العبد والعبد. الذنب بينك وبين ربنا ممكن ربنا يسامحك فيه، بس بينك وبين العبد مش هيسامح، لازم تخلصه في الدنيا، صح كده؟ لابد من رأس مظالم إلى أصحابها. طيب عايزين نعرف بقى في فروقات بين الذنب، الإثم، المعصية، السيئة، الكبيرة، يعني حاجات بهذا الشكل لأن الناس مختلطة عليها، هل كله قابل للغفران؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعل الكبائر والفواحش ده إثم الحاجة واحدة. الكبائر زي إيه يا أستاذ محمد؟ السرقة، السحر، قتل النفس، شرب الخمر، أكل مال اليتيم، قذف المحصنات الغافلات، التولي يوم الزحف، كل دي أشياء من الكبائر. والحاجات الثانية اللي بعد كده بقى، واحد مثلا جلس تكلم في حق أحد بتسمى صغيرة، لكن الإصرار على الصغائر يوصلها إلى درجة الكبائر. الإصرار على الصغائر اللي هي اللمم. اللمم، لو أنا أصريت على الغيبة، على النميمة، على قول الزور، على الأشياء اللي الواحد بيعملها دي هتوصله للكبيرة. الإنسان لا يتهاون في الذنب ولا يقول ده ذنب صغير، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيته. فأنت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى خلقك لعبادته، لما تتجرأ على معصية الله ربنا هيحاسبك سبحانه وتعالى. اللي بيتوب ربنا بيتوب عليه، من تاب تاب الله عليه. اهم شيء ان الانسان لا يصر على الذنب. والكبيره من فعل كبيره حتى ربنا بيغفرها، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن امتى؟ لما استغفر واتوب وارد المظالم لاصحابها. لكن ما اسرقش كل يوم واقول لما يجي شهر ذي الحجه اروح اعج. لا فقط ما ينفعش. هو الشبكة قطعت. أنا بشكرك فضيلة الشيخ يسري عزام من علماء وزارة الأوقاف، إمام وخطيب جامع عمرو بن العاص.